بيك؟ خير بس الله يسري عشانك على كل حال. وانا بالامن ما يخصني على كل حال. وانا بالامن. عايش كلاوي يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. هي فرصة التقيت خلالها مع السيد رئيس الجمهورية، حيث تبادلنا وجهات النظر في الوضع اللي تمر به بلادنا، واللي هو وضع دقيق ووضع تداعيات، معناها إذا كان ما تقعش معالجاتها تنجم معناها تزيد الأمور سلبا. وتحدثنا في الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، والتقيت معناها لقيت لدى السيد الرئيس استعداد كامل للقيام بكل ما من شأنه أنه يعيد الأمور إلى نصابها. وإن شاء الله بلادنا محتاجة اليوم إلى أكثر للعقلاء، حتى ممكن باش تتجاوز الأزمة متاعها، وإن شاء الله القادم بالنسبة لتونس يكون أفضل من حاضرها. شكراً.